الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. أما بعد، ما زلنا في آداب الحضرة، وآداب الحضرة أي آداب الحضور مع الله، أي أن الإنسان بعدما أسلم آمن، وبعدما آمن أحسن. فلما أسلم بجوارحه وانقاد بقلبه وأحسن بروحه تدرج وصار يتعامل مع الخالق لا مع الخلق، يتعامل مع المكون لا مع الأكوان. فلما صار بهذه النظرة صار في الحضرة أي في الحضور مع الله. والآداب التي يجب أن يراعيها من كان هذا هو حاله آداب كثيرة، ذكر المصنف منها 7 آداب شرحناها في الدروس السابقة، واليوم الأدب الثامن من آداب الحضرة، وهو يدل على لب الإخلاص. في إخلاص وفي لب الإخلاص، في إخلاص وفي لب الإخلاص. الإخلاص هو عدم مراءاة الناس، أي أن يكون عملك لله خالصا ليس للناس فيه نصيب، يستوي عندك مدح الناس وذمهم. إذا استوى مدح الناس وذمهم عندك سواء صرت مخلصا، أما لو كان مدح الناس يؤثر فيك فيبسطك وذم الناس يقبضك، اعلم ان ما زلت تعمل للناس، بتبقى لسه ما وصلتش للاخلاص اللي احنا عايزينه، مش اللي احنا، اللي ربك عايز سبحانه. اذا استوى الذم والمدح عندك بحيث انك لا تنبسط بالمدح، اي لا تبسط برك للناس اذا مدحوك، ولا تقبض برك عنهم اذا ذموك، ان كنت على هذه الحال تبقى مخلص، يبقى الخلق ما لهمش وزن عندك، لانك بتعمل لله، مدحوك ولا ذموك برك مستمر له، كما كان حال الانبياء. الانبياء كان قومهم يؤذونهم وبرهم الى قومهم لا ينقطع، لانهم يعملون لله لا للخلق. اما ان زاد بسطك وبرك لمن مدحك فتكون بالمقابله، يبقى بتقابل المدح بالبر والبسط، يبقى بتعامل الخلق لا بتعامل الحق، ولست تعامل الحق تبقى لسه ما بقتش مخلص. يبقى علامه الاخلاص ايه؟ شوف، شوف واسال نفسك وما تكذبش على نفسك عشان ما تبقاش اوانطاج. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الانسان ما يكذبش على نفسه، يشوف كده الناس لما تمدحه بيحبهم وينبسط ليهم، ولما يذموه بيقبض خيره عنهم، يبقى لسه اوانطج، يبقى لسه ما وصلش. عليه يجتهد، عليه لسه يجتهد، قدامه شغل طويل علشان يهدم الخلق من قلبه فيتعامل مع الحق مباشره. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن إمعه، إذا أحسن الناس تحسن وإذا أساء تسيء، يعني تعامل بالمقابل لا، ولكن إذا أحسن أحسن، إذا أحسنوا أحسن، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم عشان تبقى كيف. لكن برك لا ينقطع عن الناس في كل حال، مدحوك أو ذموك، لأنك تعامل الحق. اعمل الخير وارميه البحر، يعني انساه، مش تستنى واحد يقول لك شكرا، لو مستنيه يقول لك شكرا تبقى انت بتعمل منتظر الجزاء،
فهمت؟ الجزاء من البني آدم. يبقى أنت بتعمل للإنسان مش بتعمل لله. وعلشان كده أنت بتغضب لما تعمل خير في واحد ويجي يعض إيدك تقول ده ما بيتمرش فيه، ده دليل أنك أنت بتعمل عشان يثمر، فهمت؟ لكن أنت المفروض تعمل لله، تمر ما تمرش ما تفرق، أنت بتعمل لله تبقى مخلص، لو عملت لله تبقى مخلص. وعلامة العمل لله ألا يكون عملك للخلق، وعلامة ألا يكون عملك للخلق هو استواء المدح والذم من الناس عندك، سواء مدحوك أو ذموك فخيرك إليهم لا ينقطع وبرك بهم لا ينقطع مستمر. صل ما انقطعت، سيدنا رسول الله يقول لك ايه؟ صل ما انقطعت، يعني صل ما انقطعت، ولو أطعنا أطعنا. لكن رسول الله يقول ايه؟ لا تجعل برك بالناس على سبيل المقابلة لبرهم، ولكن وطد نفسك على أن تقابل السيئة بالحسنة، يسيء إليك وأنت تحسن، لأنك لا ترجو إلا وجه الله، فإن انتظرت الإحسان مقابل الإحسان تبقى بتعمل تاجر، هات وخد تبقى أنت راجل تاجر، تدي البضاعة هي الإحسان، وعايز السلعة هي الشكر والمدح، فهمت إزاي؟ عايز الثمن. فيبقى الإخلاص على هذا التعريف بضاعة عزيزة، بضاعة صعبة مش كل واحد يعرف يجيبها إلا إنه يجتهد مع الله. فإذا اجتهد مع الله وصل بقى مخلص، يفتكر إنه بقى وصل بقى، لا لسه. فالإخلاص بقى ليه لب تاني، لب الإخلاص اللي هو الأساس اللي في الإخلاص، عارف أنت لما تجيب علبة كبيرة فيها جوهرة وتجيب العلبة من غير جوهرة تبقى ملهاش قيمة كبيرة، فهمت؟ كذلك الإخلاص لو جاء من غير الجوهرة اللي جواه اللي يلبه أصبح ملوش قيمة، ممكن تفقده، لكن لب الإخلاص هو اللي حافظ لك على قيمة الإخلاص فيستمر معك. إيه هو بقى لب الإخلاص؟ هو الصدق، لازم تكون مخلص صادق. وما هي علامة الصدق؟ هي ألا ترى نفسك، يعني حتى تعمل العمل ومش شايف نفسك انها عملت العمل، ده انت شايف ربك ان هو اللي عمل العمل، فانت لست منتظر الثواب حتى لنفسك، من نفسك يعني بالعربي كده، انت لو منتظرتش مدح الناس هتنتظر مدح نفسك، تقوم نفسك تقول لك يا واد ده انت ما فيش احسن منك، ايه الحلاوه دي، ده الناس بتاذيك وانت بتحسن ليهم، ايه الجمال ده، ده الناس كلها في غفله وانت في الذكر، ايه الحلاوه دي، ده الناس كلها على القهوه وانت في الجامع، ايه ده يا عم الشيخ، كل ده نفسك قاعده بتنفخ في حضرتك، فقدت وقطعت الامل في الخلق، فاستوى عندك ذمهم ومدحهم وظل مدح نفسك لنفسك، تبقى غير صادق، صرت مخلصا غير صادقا، فهمت؟ ولكن علشان تبقى صادق لازم كمان كما قطعت مدح العامة فلا يؤثر فيك مدحهم وذمهم، لا يؤثر عندك أن مدح نفسك لنفسك، فلا تعجب بنفسك. العجب ان الانسان يرى نفسه في العمل، يرى نفسه ان هو ايه الحلاوة دي، ده ايه الجمال ده، صايم طول النهار ومعتكف وبتقيم طول الليل وقريت كم جزء قرآن، ما ايه الحلاوة دي، تبقى برضو ما زلت تبقى كاذب. ليه؟ ايه هو الكذب؟ انك تمسك حاجه لغير حقيقتها، تقول المحفظه دي بتاعت فلان وهي بتاعت علان، تبقى كذاب. فلما تنسب العمل لنفسك وربنا هو اللي عمله على جوارحك تبقى كذاب، لكن لما تنسب العمل الى الله لانه هو الذي عمل هذا العمل على جوارحك تبقى صادق، فاهم؟ فالصدق عكس الكذب، الصدق هو التبري من الحول والقوة إلى حول الله وقوته، التبري من النفس ومن حولها وقوتها إلى حول الله وقوته. كل يوم عامل لسانك زي البغبغان، تقول للرجل يقول لك حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن قاعد تدلع في نفسك أو انتبه، بتقول كلام بلسانك وقلبك ميت مش حاسس بمعنى الكلام، لكن لازم تفهم معنى الكلام،
حي على الصلاة أي العبادة، حي على الفلاح أي أوامر الله عز وجل. فإذا سمعت هذا عند النداء تقول إيه؟ تتبري من قوتك وتتبرى من حولك إلى الله الفاعل حتى لا ترى نفسك، حتى تصير صادقا. فدلك رسول الله على الذكر المناسب عند الإيه؟ عند الدعوة المناسبة. فلما كانت الدعوة إلى العمل الصالح قال لك ادخل العمل متبريا من حولك وقوتك إلى الله. فلا تدخل الصلاة بنفسك، ولكن ادخل الصلاة بالله، فتعبد الله لله تصير مخلصا، بالله تصير صادقا. فإذا عبدت الله لله بنفسك صرت مخلصا كاذبا، لأنك نسبت العمل لنفسك والعمل هو الله، والله خلقكم وما تعملون. ولذا لا يدخل أحد الجنة بعمله، لأن الله في الحقيقة هو الذي ذكر نفسه على لسانك، وهو الذي لين جوارحك لطاعته، فهو الفاعل، وهو الذي خلقك أصلا من العدم وأمدك باستمرار الوجود، فهو الفاعل الحقيقي في الأكوان. فإذا نسبت لنفسك فعل فاعلم أنك نسبت الأمر لغير أهله فصرت كاذبا، وإذا رددت الأمر إلى الله صرت صادقا، أعطيت كل ذي حق حق. واضح؟ يبقى الفرق بين الصدق والإخلاص أن الصدق أنك تعمل للخلق، الإخلاص عكسه الرياء، تعمل للخلق. فالإخلاص أن تعمل لله، وعلامة العمل لله أن يستوي المدح والذم عندك من الناس، فلا ينقطع بصك لهم بالذم، ولا تنقبض عنه ولا تنبسط عنهم لهم بالمدح. واضح؟ قاعد وعيد وزير، بس المهم تخش في قلبك وتبقى سلوك، المهم الكلام ده يبقى سلوك، سلوك تصرفات تعملها كل يوم مع كل حركة مع كل لفة، مش في الجامع بس، وانت في بيتك ومع عيالك ومع نفسك ومع ربك وفي خلوتك وفي جلوتك، يبقى سلوك. وعشان كده يسموها الطريقة، الطريقة لأنها صارت طريقتك في الحياة، وجهتك في الحياة، اسلوبك في التعامل مع الأشياء يصير اسلوب واضح. يقولك انا طريقتي كده، طريقتي كده، ما طقش حد يشتمني لأنه هو شايف نفسه. لكن الناس الصالحين لما يجي واحد يشتمه يعتبر ان الحق هو اللي بيشتمه علشان في عيب، لان ألسنة الخلق هي لسان الحق. فتبص تلاقي مثلا ماشي انت مغرور بنفسك كده، يروح ربنا بعت لك واحد مجنون يديك على قفاه في الشارع، وانت ماشي متأنتك بقى كده، وايه وكرافات ايه وبدله ايه وحاجه اخر شياك، تروح ربنا مسلط عليك حته واحد مجنون تروح مديك على قفاك، او شدك من ايه من الكرافات زي ما بيشدوا الحمار، لان ربنا بعته لك يعلمك حاجه. انت ماشي فاهم نفسك كبير، طب انت بقيت حمار في ايد مجنون، اعرف وزنك وحجمك. كانه بيقول لك هذه الرساله على ايد هذا الانسان، فهو مش بعته لك علشان تديله بالشلوت وتتف في وشه وتقول له يا مجنون وتبلغ في البوليس، لا، العارف بالله حاجه ثانيه، بيتعامل مع الاشياء دي انها اشارات من الله له، لان ربنا مش هيكلمك مباشره. هو انت رسول ولا نبي؟ انت لا رسول ولا نبي، لكن هيكلمك من خلال افعال المكونات حولك والاكوان، فهي كلام الحق معك، اقدار الله فيك هي كلامه واحكامه معك، فعليك تفهم كل خطوه وكل طريقه. وزي ما قلت لك سيدنا ابراهيم بن ادم كان في الخلوه بتاعته، فلما اشتاق ان يانس بالناس فخرج راح السوق، وهو داخل على السوق كانوا بيجروا بيدوروا على حرامي، افتكروه هو الحرامي، مسكوا الشرطي وقعد يضربه على وشه، وهو بقى مش يقول انا بريء وانا مش حرامي ولا انا حاجه خالص، تقول ايه؟ اضرب وجها كثيرا ما عصى ربه. اعتبر ان هو لما خرج من الخلوه بغير اذن الحق لشهوه نفسه للقيا الخلق، فربنا قال له الخلق هم هيضربوك، اللي انت اللي كانوا وحشينك هيضربوك، ارجع
فهمها كده، هو فهمها كده. يجي يروح يقول له انا بريء، لما قعد يقول له اضرب وجها طالما عصى رب الرجل الايه العسكري بطل يضرب. قال له انت مين؟ فواحد طلع يعرفه قال له ده الشيء ده ابراهيم ابن ادهم، قعد يقبل ايديه ويقول له حقك عليا، واخد بالك؟ لكن هو فهمها بمعنى تاني، هو مش يهموش انك تقبل ايده ولا ما تقبلش ايده ولا تحترمه ولا ما تحترموه، هو فهمها بمعنى اخر. شيخ الشيخ اسماعيل صادق العدوي رحمه الله مرة حكى لي القصة دي على نفسه، بيقول كان متخرج من كلية اصول الدين وفرحان بقى بنفسه كده وشباب بقى، وبعدين خطب جمعة مفيش همسة جميلة، يقول كده اجيب الايات في مكانها واجيب الاحاديث في مكانها وحاجة اخر جمال، فبقيت ماشي كده منفوخ فرحان يعني ان هو عمل الشغلة الحلوة دي لسه شباب، فربنا بعت له مجذوب من المجاذيب اللي في البطنية دف عليه وخد العمة اللي ماسكها اللي لابسها ورماها على الارض ودف عليه، وهو طالع فرحان بنفسه. الشيخ فهمها ايه؟ فهمها ان هو لما نظر لنفسه ربنا مرمط له نفسه، ادي عمتك اللي انت فرحان فيها، العمة رمز دماغه، رمز التفكير اللي دخل في دماغه وهيبعده عن ربه، فهمت؟ فراح الراجل ايه مكذوب تعرف تخلص معاه مش دريان بحاجة عن اي حد، راح خد نسك الشيخ صلفة الشيخ، ادي البني ادم اللي هو فرحان بنفسه. فربك سبحانه وتعالى بيدي الإشارة للي يفهمها، إنما البني آدم اللي ماشي مش فاهم حاجة عن أي حاجة أهو بيعك والأكوان بتعك معاه والدنيا ماشية معاه مش فارقة، فلا هو دريان بحاجة ولا اللي حواليه دريانين بيه وهي شغلانة. لكن افهم، افهم إنك أنت لا تعجب بنفسك، افهم إنك أنت ولا حاجة، دي حقيقة، لأنك أنت فعلا ولا حاجة. عارف أنت أول ما تقول أنا حاجة تبقى كذاب، لأن أنت ولا حاجة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فأنت ولا حاجة، أنت اللي ربك جعلك حاجة فكان هو السبب أنك تذكر. فإذا نسبت الذكر لنفسك ونسيت الذاكر الذي جعلك مذكورا تبقى نسبت الأمر لغير أهله، تبقى كذاب، تبقى تستاهل اللي يجرالك، هتتمرمط في الدنيا والدنيا تشيلك وتحطك. ليه؟ علشان انت ماشي حرام، ماشي سارق كل خير اجراه الله على يديك نسبته لنفسك ولم تنسبه للحق، فبقيت حرام، والحرام يتمرمط ويتسجن ويتحجب، وعلى شكلها تلاقيك محجوب عن ربك، لأن هو ده جزاء الحرام، إنه يمسكوه يمرمطوه ويضربوه وياخدوا منه الحاجة اللي هي مش بتاعته يدوها لصاحبها، فهمت المسألة؟ فأنت لازم تكون صادق مع الله. صادق مع الله يعني إيه؟ يعني لا ترى نفسك، يعني الخلاصة لب الإخلاص هو الصدق، فالإخلاص عدم رؤية الخلق والصدق عدم رؤية النفس، فإذا لم ترى الخلق ولم ترى النفس لا ترى إلا الحق، واضح؟ تصير مخلصا صادقا، هو ده لب الإخلاص. حكمة النهاردة بتبحث في لب الإخلاص، الحكمة بتاعنا كل دي مقدمة عشان نحاول نفهم معنى الحكمة. فبيقول لك إيه بقى؟ ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. ما تيسر أي ما تحقق، ما تحقق، ما توقف أي لا يتعذر أو لا يحدث، فالتوقف هو الحبس والتيسير هو التحقيق، تحقق كويس. ما توقف مطلب، والمطلب هو ما يطلب قضاؤه سواء أمر دنيوي أو أخروي، أي أمر تريد قضاؤه اسمه مطلب، طلب، طلب إلى الله
او الى الخلق يسموه طلب، يقول لك طلب على عرض حال دمغ، يعني ليك طلب عند الحاكم فتحطه على عرض حال دمغ، اسمه طلب مطلب ده. فكل ما هو مطلب طلب يرجى حصوله يسمى مطلب. فما توقف اي تعذر وحبس مطلب انت طالبه بربك، وما تيسر مطلب اي لا ما تحقق مطلب انت طالبه بنفسك، لان انت اصلا عابد. فتصور هتطلب طلب بنفسك وانت عابد هيتيسر؟ مش هيحصل. لكن لما يبقى طلبك بالله والله على كل شيء قدير يبقى يتحقق، اي التبري من الحول، يعني الصفر، يعني عندما يكون لك مطلب عليك ان تتبرى من حولك وقوتك فتستعن بالله ولا تستعن بسواه فيتيسر. اما اذا استعنت بنفسك وقوتك انما اوتيته على علم عندي يتوقف ويحبس. ولو تحقق في الظاهر والحس، ولو تحقق في الحس، يعني ممكن الطلب تطلبه بنفسك ويتحقق حسا ولكن تحرم منه معنى. واضح؟ يعني ايه؟ يعني انت مثلا عايز تتجوز فطلبت الزوجة بنفسك، اي اخترتها باختيار نفسك لا باختيار الشرع لها، فتختار زوجة بنفسك، فتختارها واحدة جميلة كده وعندها فلوس وبنت نوادي، ومن ما تختارها بنفسك يحصل ايه؟ ممكن يتيسر والجوازة تمشي، لكن هل يتحقق معنى؟ يبقى تحقق حسا، لكن تحقق معنى هتوريك الايام اللي اسود من قرن الخروج، فلا يتحقق معنى. تيجي تتجوزها يبقى تحقق حسا، ولكن حرمت خير الزواج معنى، فتقرفك بقى ما تبقاش زوجة صالحة، لأنك اخترتها بنفسك ولم تختارها بالله. فلما اخترتها بنفسك وتحقق الأمر حسا فقدته معنى، وقد لا يتيسر حسا ولا معنى. يعني الخلاصة أنك إذا طلبت الأمر بنفسك لا يتحقق معنى إن تحقق حسا، أو لا يتحقق حسا ومعنى، حسا يعني في الحقيقة. فاهم الكلام؟ أنت راجل نفسك تجيب عربية علشان تبطل زحمة الأتوبيسات، لكن أنت مش عايز تجيب العربية علشان تجيب العربية وزحمة، لا ده أنت عايز تجيب العربية علشان أنت شايف نفسك كبير. إزاي أنا أقف مع الناس الربش في محطة الأتوبيس وأركب كده مع الناس السوقية في الأتوبيس وأتمرمط وأبقى لابس أنا البدلة بالشيء الفلاني والكرافتة بالشيء العلاني ويجي الكمساري رايح جاي يحك فيا، ايه القرف ده؟ فانت بقى سعادة البيت كبير عايز تجيب بقى العربية، فانت هنا طالبها لشهوة نفسك وحظ نفسك، ولم تطلبها لقضاء حوائجك وتستعين بها لطاعة الله، فطلبتها لحظ نفسك. فان تحققت معنى وجبتها تتفرج على اللي هيحصل لك منها. مسكين ركب العربية عمل حس اتكلفت 2000 جنيه تصليح، وبعد شوية حادثة تانية رجله اتكسرت فيها واتنقل المستشفى، وبعد ما خفت 6 أشهر ركب العربية تاني مش عارف ايه طلع عليه كسر له الإزاز. يبقى تحققت حسا ولم تتحقق معنى، جاءت معاها بكل البلاوي اللي هي ساعتها يقول يا ريتني ما كنت ركبتها. فهمت المعنى؟ لأنك طلبته بشهوة نفسك ولم تطلبه بالله. فأي أمر تطلبه بالله إن لم يتيسر حسا تيسر معنى. يعني إيه تيسر معنى؟ يعني ربك يديلك ليه البديل. زي إيه؟ السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعليها السلام دخلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كان عندها ايه اولاد كثيرة، وكان سيدنا رسول الله جاي له غنائم من احدى الغزوات فيهم عبيد رقيق، فقالت فرصة بقى اروح لابويا يديني خادم علشان ايه يوضب اموري ويساعدني في البيت.
ورحل مين؟ لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أبيه، وكانت أحب أبنائه إليه صلى الله عليه وسلم. فدخلت على السيدة فاطمة وإيديها مفأفأة من الرحايا، إيديها مفأفأة، عارف مفأفأة يعني من استعمال الرحايا، مش أنت قاعد في البيت كده تجيب دي هوا زيرو، يا بخت هم ما كانوش كده. المهم فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ جاءت تطلب الأمر لله مش بنفسها، لأن دي السيدة فاطمة تربية سيدنا رسول الله، دي تربية سيدنا رسول الله السيدة فاطمة الكاملة. فلما هي راحت تطلب الأمر بالله، لما ردها رسول الله غضبت. كذلك من يطلب الأمر بالله إن لم يتحقق حسا لا يغضب، واضح؟ يبقى ازاي علامة انك انت بتطلب الامر بالله او بنفسك؟ تعرفها ازاي؟ ايه العلامة؟ انك اذا طلبته بالله لا يكون عندك حرص زائد على حصوله، فتذل نفسك تطلبه وتاخد من اسباب لكن دون حرص، يعني دون تعلق قلبي شديد بيه. يبقى انت مش بتطلبه بنفسك، انت بتطلبه بالله. فان تحقق انبسطت، وان لم يتحقق لا تنقبض. يبقى انت بتطلب الامر بالله، انما اللي بيطلب الامر بقى بنفسه بيعمل ايه؟ يبقى حريص كده ومثبت عليه باسنان وماشي. لو ما تحققش ينقلوا العنايه المركزه، ما تستحملش الخبر، فقط الصفقه خسرت. جاله تليفون مسكين ما قدرش ينزل السماعه، ايده اتشلت، لانه كان بيطلب الامر بايه؟ بنفسه، بدماء ودوام الحرص، عاضد عليه كلب، وعاضد على ايه؟ على عظمه، تاخدها منه يعضك، فهمت؟ فاول ما اتخذت منه نفسه عضته، فامرض نفسه، فهمت المساله؟ لان النفس دي كلب جوه بينهز. فيبقى علامه الطلب ان يكون بنفسك ان يبقى في حرص شديد كويس، وانهماك في الاسباب، وإن تحقق يحدث انبساط، وإن لم يتحقق يحدث انقباض قد يصل إلى المرض. تبقى أنت بتطلب الأمر ده بنفسك، فهمت؟ اللي بيطلب الأمر بالله بقى بيعمل إيه؟ يطلبه آخذا بالأسباب بغير انهماك فيه. يبقى بياخد بالأسباب بإيده لكن مش بقلبه، قلبه مع الله، ومع كل خطوة يقول يا رب لو خير اقضيه، لو مش خير ابعده عني. مع كل خطوة مش حريص على انه يحصل، هو حريص على ان الخير هو اللي يحصل، فهمت ازاي؟ يقوم اذا حدث يجيله حسا يحصل له بركه، واذا لم يحدث يحمد ربه ويبقى مبسوط، يقول يا سلام ده شر وربنا بعده عنه. يبقى دي علامه طلبك الامر بالله، وعلامه طلبك الامر بنفسك. احفظ العلامات دي، لان العلامات دي مهمه، هي دي الاعراض اللي تعرف تشخص حالك مع ربك وانت ماشي مع الناس في وسط الناس. السيدة فاطمة راح تطلب الأمر بالله، ليها مطلب عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زعيم الأمة، فراحت قالت له إيه؟ يا رسول الله نفطت يدي وريته إيدها، فقبلها صلى الله عليه وسلم لما لقى إيدها فيها أثر الرحم صلى الله عليه وسلم، ودمعت عينه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كله رحمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ده عبارة عن رحمة كده في سورة بس صيغة من الرحمة، حتى هو قال على نفسه كده إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، وربنا قال إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة، لدرجة إن لما ربك خلقه رحمة صافية كده، الشيطان كان ليه نصيب من رحمة النبي إبليس، لانه كان رحمه للاكوان، وابليس من ضمن الاكوان. فلما ربك شرح صدر النبي وشق صدره وهو طفل عمل ايه؟ جاء جبريل، سيدنا جبريل استخرج قلب النبي واخرج حظ الشيطان من قلب النبي، ليس حظ الغوايه لانه معصوم من الغوايه، ولكن حظ رحمه الشيطان من قلب النبي، لان الشيطان مطرود من الرحمه. فلما خلق النبي رحمة للعالمين والشيطان داخل في العالمين، فصار الشيطان له نصيب من الرحمة في قلب النبي، فهمت؟
فلما شق الصدر الشريف ربك شال منه حظ الشيطان من رحمة النبي، لأنه مطرود من رحمة الله أصلا، لا حظ الغواية ولكن حظ الرحمة، فهمت؟ خلافا لمن قال أنه حظ الغواية، لأن ده في تنقيص للنبي، والنبي لا يغوى أبدا، معصوم قبل البعثة وبعدها في سائر الأنبياء والرسل، فما بالك في سيدهم صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما راحت بقى للرحمة للعالمين وشاف إيدها، تقول له أعطيني خادم يا رسول الله، وهي بتطلب إمتى؟ ما رضتش تطلب إلا لما جاله، يعني هو عنده مستلسلين وبيوزعهم، وسيدنا رسول الله ليه الخمس فيهم، خمس بتوعه بحكم الله، يعني عنده بقى كتير ممكن يدي البنت، لكن سيدنا رسول الله قال لها ايه؟ ألا أدلك على أفضل من خادم؟ قالت بلى يا رسول الله. قال عندما تأوي إلى فراشك بالليل سبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34، هذه تمام النعم، خير لك من خادم. عيطت، صوتت، غابت، انبسطت وخدت الأمر وروحت، تبقى بتطلبه بالله، لكن لو كانت صوتت وعيطت تبقى بتطلبه ايه؟ لنفسها. لما لم يتحقق الأمر انشرحت، فتحقق حس معنى ولم يتحقق حس، فتحقق مطلبها معنى ولم يتحقق حسا. ليه؟ لأن لما واظبت على وصفة النبي أعطاها الله قوة الخادم في بدنه، فصارت تؤدي مسؤوليتها دون أن تشعر بالعناء اللي كانت بتشعر بيه قبل كده، فتحققت معنى ولم تتحقق حس. فهمت المسألة بقى؟ فأي أمر إن طلبته بالله إن لم يتحقق حسا تحقق معنى، أو يتحقق حسا ومعنى، وعلامة الطلب بالله أن تطلبه بغير حرص عليه، وبغير غضب عند عدم حدوثه، وبغير انهماك في الأسباب. وإذا طلبت الأمر لنفسك بنفسك، أي انهمكت في الأسباب وحرصت عليه وانقبضت عند عدم حدوثه، إذا حصل حسا لا يحصل معنى، وإذا لم يحصل معنى وحسا يبقى أنت فقدت كل حاجة، ما طلتش حاجة، زي اللي حب ولا طلش، عملوها مواويل. فتفهم ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، يعني حتى يعني ما توقف يعني ما تعذر، يعني حتى لو تحقق حسا اعرف انه انقضى عند الله بقى بالمعنى. ولا تيسر مطلب انت طالبه بنفسك حتى ولو تحقق ايه معنى حسا، يعني فهمت؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، وفي قراءة ان الله بالغ امره، كويس. وعشان كده سيدنا رسول الله لما جاله احد الصحابة يطلب الامارة قال له ايه؟ لا تطلب الامارة، فانك ان طلبتها وكلت اليها، وان كلفت بها وعنت عليها، فهمت؟ لانه اذا طلبها يطلبها بنفسه. طيب ايه علامات بقى الحكمة اللي بعدين مرتبطة باللي فاتت؟ من علامة الناجح في النهايات الرجوع الى الله في البدايات. اذا كنت طالب المطلب اولا بالله تنجح في النهاية، فاذا جاء يأتي معه التيسير والنجاح. وان طلبته بنفسك يبقى ده علامة الخذلان في البداية، فيأتي الندم في النهاية. فهمت المسألة؟ فالحكمة دي ثمرت الحكمة السابقة، الحكمة اللي بعد دي ثمرت الحكمة السابقة. افهم، مش مرتبهم اي كلام سيدك ابن عطاء الله، لا ده عامل كل حاجة بحكمة، حتى سموها حكم لانها كل حاجة فيها بحكمة. من علامة الناجح او النجح، انا كاتب هنا الناجح،
هي النجح في بعض الروايات، لكن مكتوبة عندنا النجح. من علامة النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات، يعني في بداية أمرك لا تطلب أمر إلا بالله، فدي البداية اللي تؤدي إلى النجاح في النهاية. إنما لو باجي وطالب الأمر بنفسك توصل للندم في النهاية. فهمت المسألة؟ يبقى لا تطلب الأمر إلا بالله أولا لتحصل لك ثمرته في النهاية. فإذا كانت البداية ناجحة تأتي النهاية مثمرة، وإن كانت البداية خاطئة تأتي النهاية فيها الندامة. فهمت المسألة؟ من علامة النجح أو الناجح أو النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. يبقى لا تبدأ عمل إلا بالله أولا، كذلك السالك إلى الله، السالك إلى الله اللي عايز يوصل إلى الله لازم يصفي عمله أولا في أول سلوكه لله خالصا، لا للوصول لأمر خاص ولا للحصول على الفتح ولا لحدوث الكرامات. لا، هو ما يهموش الحكاية دي خالص، ده هو كل همه أن يوصل لله، ما يهموش أي حاجة تانية في السكر. فهمت المسألة؟ لأنه لو كان طالب الوصول إلى الله علشان تتيسر له الأكوان فتصير في طوع يديه، يبقى هو عايز يصل إلى الله لهدف نفساني، لحظ شهوان. فهمت إزاي؟ يبقى ده بدايته أصلا فاسدة، فتلاقي اللي زي ده ما يوصلش. اللي زي ده أول ما تتبرج له الكرامات وظواهر المكنونات، وأول ما تنادي عليه الخصوصيات ينام فيها ويبرطع، زي ما ضربت لك المثال في الطريق إلى الله في استراحات قصور، كل استراحة أحلى من اللي بعدها، كل قصر تستريح فيه روحك في الطريق إلى الله أحلى من القصر اللي بعده. فالبني آدم اللي طالب الله كل ما يروح لقصر زي ده يتنعم فيه، تناديه حقائق هذه الأشياء وتقول له الذي تطلب أمامك مش الهدف هو القصر ده، ولا النعيم ده اللي انت شايفه، ولا اطمئنان روحك، ولا سعادة بالك، الهدف هو الله. فيروح سايب القصر ده وراكب الركوبة تاني ويجتهد ويسعى عشان يكمل مشواره الرب، يقوم يقابله بعد فترة استراحة تانية أحلى من الأولانية. فلما تبقى أنت طالب الأمر أولا في الأول ليس لله، هتقعد مع أول استراحة تبرك وتقول أنا بقيت ولد. فهمت إزاي؟ وتعلق السبحة وتقول أنا بقيت الولد الكبير، وتحط إيديك كده كل النهار الناس قاعدة إيه تقبلها. ليه؟ لأن مع أول استراحة وصلت أنك ظننت أنك وصلت، وفي الحقيقة أنك لم تصل، لأنك لم تطلب الأمر أولا بالله ولكن طلبته بنفسك، ولكن لا تصل إلى الله إلا بالله. فإن ظننت أنك تصل إلى الله بنفسك وكلك لنفسك، فتتوه في السكت، تتوه فين؟ في السكت. فخذ بالك. وبعدين بعد كده بيكمل الحكاية اللي فاتت دي، بقى المعنى اللي فات كله جابولك في قاعدة عامة اللي هي الحكمة الثالثة دي بتاع النهاردة. الثلاثة دول ما ينفعوش الشرح إلا مع بعض لأنهم مرتبطين ببعض. جمعها لك في حتة كده زي ايه، زي سندوتش كده، حكم انت ايه الجيل بتاعنا ده جيل السندوتشات، عايز ياكل كل حاجة وجبات خفيفة، تيك اواي، ريموت كنترول وتيك اواي حاجات كده، عايز مذكرات في الجامعة يذاكر كل حاجة في المذكرة، كل حاجة عايزها صغيرة سندوتش كده. جيل كده، جيل السندوتشات، جيل التيك اواي. فهو برضو عارف ان في ناس من العالم اللي زينا الضعاف الهمة هتقرا الكتاب فعايز يديها لك سندوتش صغير تقوم تفتكرها طول ما انت ماشي. فبيقول لك ايه؟ من اشرقت بدايته اشرقت نهايته. الخلاصه، من اشرقت بدايته اشرقت نهايته. لو كانت بدايتك خير وماشي مع الله بالله في الاول، انوار الحق وشموس المعارف التي تضيء في قلبك تكون كامله،
وإن كنت في بداية طريقك إلى الله ليس بداية مشرقة ولكن فيها شوائب النفس، فتجد حتى ولو أشرقت فيها أنوار الحق تبقى معها سحاب الأغيار، تبقى الدنيا مدخمسة، يبقى جاي لك الأنوار في قلبك بس مدخمسة. الدخمسة اللي فيها إيه؟ لأن فيها سحب الأغيار، سحب الشهوات، حجبت شمس المعارف. فهمت المسألة؟ أنت عايز تمشي مغيم في يوم مغيم زلق إلى الله، ولا عايز تمشي إلى الله في يوم مشرق؟ إذا أردت أن تمشي في المغيم في الزلق يبقى أمشي مع حظوظ نفسك، هو ده الغيم. حتى ولو وصلت تصل مغيم، تبقى الأنوار اللي في القلب عليها سحابات الأغيار والحظوظ، ولكن لو أشرقت البداية أشرقت النهاية. الخلاصة، من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، والله أعلم. نقول الحكمة الرابعة دي لأن برضو متعلقة باللي قبلها عشان نخش في حاجة جديدة. معلش، لا، لمراقبة الله ودوام الذكر. أولا التوبة، ثانيا التقوى، ثالثا الاستقامة على الشرع. مع التوبة والتقوى والاستقامة، واحد بيسأل بيقول ابتدي ازاي، واحد بيسأل بيقول انا عايز ابتدي ازاي عشان يبتدي بداية مشرقة لعل نهايته تبقى مشرقة، بدل ما يبتدي بداية مغيمة يلاقي نفسه ماشي الطريق كله زعلق وزحلقة وينزل تتكسر رقبته في السكة. وفي ناس بتتكسر رقبتها في الطريق الى الله فعلا، وبتتزحلق وبتقع ومتوصلش لحاجة، فخد بالك لان الطريق برضه مش سهل الا على ما يسره الله عليه. ومع ذلك ومع هذا الاحتياط كله خد بالك لم تصل الا بالله، تاتيك جذبه من الله يجذبك كده ليه. اذا علم اشراق البدايه سبحانه يروح واخدك ليه، هو يقوم ربنا ياخدك ليه من نفسك مش من عمرك، ياخدك منك اليه. فهمت؟ فالبدايه بالتوبه اللي هي التبري اللي هي التخلي، ما هو يقول لك الطريق تخلي وتحلي وتجلي، الطريق تخلي وتحلي وتجلي. فالبداية التخلي أي التخلي عن النقائص والمعاصي بالتوبة، كويس، ثم التحلي بالطاعات بالتقوى، ثم الاستمرار على ذلك بالاستقامة. واضح؟ مع مراعاة حالة القلب عند انشغال الجوارح بالتوبة والتقوى والاستقامة أن يكون القلب مخلصا صادقا مطمئنا إلى الأقدار. واضح؟ في كل حاجة ديني ودنيوي. يبقى في أعمال في الظاهر مطلوبة وهي التوبة والتقوى والاستقامة الاستمرار، والقلب مع الشغلانه دي يبقى شغال برضه بالاخلاص اي عدم مراعاه الخلق بالعلامات اللي قلناها، والصدق اي عدم مراعاه النفس وحظوظها، والاطمئنان تحت اقدار الله عز وجل غير مستعجل شيء لم يقدره الله عليك في اللحظه عشان تبقى مؤدب مع الله. فهم؟ ثم بعد ذلك يبقى روحك عامله ايه؟ تراقب الله عز وجل. روحك عاملة زي ايه؟ زي المخابرات، عارف المباحث، المباحث يعملوا ايه؟ المباحث يبعت لك مخبر كده يقعد يراقب العالم المجرمين في السر عشان اول ما يلاقيه هينحرف يقبض عليه متلبس. روحك تبقى قاعدة مراقبة قلبك، الروح دي سر، تراقب قلبك طول ما هو شغال في الاخلاص والصدق والاطمئنان، تراقبه. بعتلك مخبر. اول ما تلاقيك هتغفل هتركن تديلك على طول، تقبض عليه. دي المراقبه. يسموها العسل.
العسس اللي هو ايه الغفير بتاع الليل، قاعد طول الليل خايف لحتى الحرامي ينط في الضلمه، لحرامي ينط في قلبك في الضلمه وانت ماشي في الطريق الى الله، الحرامي ده يروح ناطط في قلبك يعمل لك شغلانه شوشار، ياثر على اخلاصك، ياثر على صدقك، ياثر على اطمئنانك بالاقدار، يوم يقلقك في الطريق الى الله، تيجي روحك وهي في دوام المراقبه تروح جايباه من قفاه ترميه لانك مراقب لله عز وجل، فهمت؟ فاذا ظللت في المراقبه تتدرج الى المشاهده، مشاهده الحق في الخلق بغير حلول، اي مشاهده صفات الله عز وجل في الاكوان، تبقى اصبحت من اهل المشاهده. بعد ما كنت من اهل المراقبه بقى عندك يا عمي ريموت كنترول وقاعد في البيت كده وحاطط شاشه وشايف كل دهاليز المحل بتاعك اللي انا بدون مجهود. اهل السرائر اللي هي البواطن، والبواطن اللي هي محل الروح. خد بالك ان البني ادم في باطنه نفس وعقل وروح وسر، نفس وعقل وروح وسر. النفس تدرك الشهوات، اي شهوه اللي يدركها في باطنك ايه النفس، والعقل يدرك الشريعه احكام الشريعه لان هي مناط التكليف، العقل مناط التكليف، فالعقل يدرك احكام الشريعه. فاذا زال العقل بقيت مجنون خلاص يا عم، مبروك عليك مش هتصلي، مبروك عليك مش هتصوم، رفع عنك التكليف. فالعقل يدرك الشريعه اللي هي التكليف، فهمت؟ اللي هي محط التوبه والتقوى والاستقامه، اللي هي محط الثلاثه دول. العقل يدرك الثلاث دول، توبه وتقوى واستقامه. اذا زال العقل خلاص بقى مش هياخد باله من الحاجات دي، ربنا لا هيطلب منه يتوب ولا يستقي ولا يستقيم لانه اصبح زي البهيمه. واضح؟ والروح تدرك الايه؟ المراقبه والمشاهده دي مع الحضره على طول، لان الروح من الله تموكنها الحضره على طول، حضره الله عز وجل هي مع الله على طول. فكل ما كان يدرك بالمراقبه والمشاهده للحق فهو مكانه ايه؟ الروح. فاذا تمكنت الروح صارت سر، بقت سرائر. فالسر او السرائر هي ادراك التمكنات، والروح ادراك الاحوال والمقامات، والعقل ادراك الشرائع، والنفس ادراك الشهوات. سهل. فما استودع في السرائر اللي هو السر، هم ليه سموها سرائر؟ يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي فهي سر. فالروح اذا تدرجت صارت سرا، فهمت؟ فكل ما استودعت السرائر، انت عايز تعرف انت في سريرتك ايه؟ شوف انت على جوارحك ايه؟ فما استودع في السرائر ظهر في شهادة الظواهر، فهمت؟ ما استودع في السرائر ظهر في شهادة الظواهر. حتى انت نفسك بتقول كده، بتقول في أمثلة شعبية حتى تمشي في الحكاية دي، يا رب في أمثلة بتقول الحكاية دي. يقول لك اللي في قلبه على لسانه، يعني لما تبقى في قلبك حاجة حتى لو عايز تكتمها يبان على لسانك، يثبت، فهمت؟ يقول لك اللي في القلب لابد يجي على اللسان، وانت قاعد كده مش واخد بالك، حتى لو انت بتراقب نفسك خايف تخبي مش عايز تبين اللي في قلبك، يروح خارج اللسان حركه كده تبين انت في قلبك ايه، فهمت؟ وعلشان كده ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهاده الظواهر، فهمت؟ يقول لك اللي ايه؟ ايوه، ينضح الاناء بما فيه، يعني تملي اي اناء ينضح بما فيه،
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي إيه صدورهم أكبر. يبقى لأن في قلوبهم البغض والكراهية تبص تلاقي بان على لسانهم. فيبقى كل ما استودع في السرائر ظهر على إيه؟ على الجوارح. فأنت عايز تعرف إيه اللي في سرك، شوف جوارحك مشغولة في إيه. وعشان كده قالوا مقامك حيث أقامك، مقامك حيث أقامك. أنت عايز تعرف مقامك إيه؟ إن أقامك في الطاعة فأنت من أهل الخصوص، وإن أقمت نفسك في المعصية فاعرف أنك من أهل التدني. فمقامك حيث أقامك. فاللي سره مشغول بربه تجد ظواهره وجوارحه مشغولة بربه، تجده منهمك في الطاعات. فهمت ازاي؟ فهي متعلقة باللي فات، لكن العبرة انك وانت تكون منهمك في الطاعات يجب ان تكون منهمك فيها لله وبالله، اي فيها سر الاخلاص، لب الاخلاص وهو الستر. فهمت ازاي؟ حتى تحدث ثمرتها حسا ومعنا. فمن اشرقت بدايته اشرقت نهايته. ومن علامة النجاح في الايه في النهايات، من علامة النجاح في النهايات ايه؟ الرجوع الى الله في البدايات، ان تبتدي الامر من ربك. فيبقى نقرا بقى الاربع حكم اللي قلناهم النهارده ونقوم نصلي. ما توقف مطلب انت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب انت طالبه بنفسك. وعرفت ايه علامة المطلب اللي تطلبه بنفسك بيبقى شكلك ايه فيه، وايه اللي بتطلبه بربك شكلك ايه فيه. ومن علامة النجاح في النهايات الرجوع الى الله في البدايات، ومن اشرقت بدايته اشرقت نهايته. وما استودع من غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.